محمد الفزاني يلعب كرة باتجاه نبيل بوعجيلة إلى الكاميروني توماس جونيور، يمشي جونيور يبحث عن التصويب بمسافة بعيدة، كرة خطيرة داخل المنطقة، كرة الكاميروني في تشكيل رفيق، هنا أمامنا الكاميروني المدافع صوب، الكرة عادت ليصوبها الكاميروني الأخذ الشحومي. طاقم التحكيم بقيادة الدولي محمد الشحومي مواليد 1985 مواليد مدينة بنغازي، كل التوفيق بكل تأكيد لطاقم التحكيم. كرة تلعب داخل مناطق التنفيذ، حاتم عبد الله يلعب كورته خلفية تماما بالفعل لمحمد عياد، كرة من جديد علي صار علي مصطفى، دفاعات الشط، كرة من جديد باتجاه توماس جونيور يلعب كرة قصيرة الفز نبيل بوعجيلة، جونيور من جديد، كرة على اليسار، الدوري الليبي الممتاز، والشكر موصول لمخرجنا ناصر الخنجاري على سرعة الأداء في اللقطة الماضية وإعادة، ولكن في اللقطة الماضية الكثرة دائما ما تغلب الشجاعة، محمد عياد في مواجهة ثلاثة مدافعين بحث عن مرور، الكرة قطعت، عادت الكرة في وسط الملعب، محمد الفزاني اللمسة باتجاه توماس جونيور البديل مصطفى، وعلى الجهة اليسرى مؤيد مصباح، في وسط الملعب لدينا محمد الفزاني والمحترف العاجي دانييل وكذلك أحمد الأساسي في بداية وانطلاقة هذا اللقاء، جمال بن نور من جانب فريق الشط وكذلك لاعب فريق الشط يلعب كورته طويلة عالية باتجاه الصغير الكانوني هداف الفريق، الصغير الكانوني سجل متعة أخرى سيعطي للمباراة قيمة أخرى بكل تأكيد برباعية مقابل هدفين من أمام فريق الخمس، هذه الجولة رقم 6 لتغييرين اضطراريين وكذلك هدف بتصويبة كانت رائعة جدا، الكرة تعود في اللعب عرضية البحث الرصية تلعب عند أحمد الزناد يلعب كورة الزناد باتجاه توماس جونيور، توماس يتقدم جونيور يطول اللعب، كرة طويلة عالية جاء حاتم عبد الله يلعب لمسة توماس جونيور الكاميروني يغير مسار اللعب على اليسار، كنترول موجود والكرة لا تزال بين أقدام لاعبي رفيق، جونيور يطول اللعب، كرة طويلة اللعب حاتم وحسام عبد المجيد اللي يتفوق في كل اللك عن طريق وليد المرغني يلعب كورته كريستيان ناتوبا الكاميروني إلى توماس جونيور في وسط الملعب، محمد الفزاني لتوماس جونيور يغير مسار المنير تعود من جديد، خميس عبد السلام عند توماس جونيور ربما هي باتجاه إرجب عادل، واحد على واحد يتفوق الكاميروني توماس جونيور مدافع مميز جدا، هذا التواجه على لطرابلس على أرضية هذا الملعب وفقد نتيجة اللقاء بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة، رفيق واجه المحلة ولقاء انت أيضا بالتعادل الإيجابي بهدف الجولات، وبداية من هذه الجولة هذا الأسبوع من أمام فريق اللي يتحرك من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، إرجب بيعكس العرضية البحث عن الصغير الكانوني تقطع من مروان زقلام، مروان زقلام يلعب كرة ولكن الكاميروني أيضا في التغطية توماس، نادي شط الدهماني تلعب الكرة على اليمين، محمد القاضي يعكس العرضية الابعاد قال اول المستوى الفني يقل، كره خطيره تقطع، خميس عبد السلام، خميس عبد السلام ولكن الكاميروني، الكاميروني في التغطيه يقطع الطريق على اللاعب خميس عبد السلام بالراس تبعد تعود من جديد، ارجب عادل يبحث عن الكانوني الصغير الكانوني ولكن التغطيه موجوده من المدافع الكاميروني، لعبت في الدوري في هذا الموسم هذا اللقاء رقم 60 الى وسط الملعب تقطع الفزاني طول لعب كرة من جديد بالرأس عن طريق توماس تسجيل هدف ثاني، مروان زقلام يعكس العرضية على مستوى القائمة الأول، المحاولة بقيادة جمال بنور في انتظار التأكيد في العشر دقائق الأخيرة المتبقية.